وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقة مع البرلمان يتفقد بعض المنشآت التابعة لقطاعه في ولاية الحوض الغربي. انطلاق ورشة تكوينية بنوكشوط لمتطوعين شباب في مجالات التنمية المحلية والتهذيب والاستشارة. إكجوجت تحتضن انطلاق ورشة للسلامة البيئية في مجال التعدين لصالح بعض شباب منظمات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الواحدة. أدى وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقة مع البرلمان أمس زيارة تفقد للأشغال الجارية حاليا بدار الشباب في مدينة العيون بولاية الحوض الغربي. كما أدى الوزير زيارة ميدانية للمحطة الجهوية لإذاعة موريتانيا بمدينة العيون. وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان السيد سيد أحمد ولد رفقة والي الحوض الغربي سيد محمد أحمد أكلي يؤديان زيارة تفقد للاطلاع على سير الأشغال في دار الشباب بمدينة العيون الممولة بتمويل مشترك بين الدولة الموريتانية والاتحاد الأوروبي. كانت هذه زيارة معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان للتطلع على مسار تقدم الأشغال في مشروع دار الشباب بناء دار الشباب مدينة العيون، وهذا المشروع ممول بتمويل مشترك من الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي بمبلغ 140 مليون قديمة، وهذا المشروع أعطانا وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان تعليمات لاحترام دفتر الشروط خصوصا ما يعني بجودة العمل واحترام الآجال لهذا العمل، وسيكون إن شاء الله العمل بالجودة التي في دفتر الشروط والآجال إن شاء الله بإذن الله ستحترم إن شاء الله. كما قام الوفد بزيارة مبنى المحطة الجهوية لإذاعة موريتانيا في العيون واطلع عن كثب على تجهيزاته وعلى سير الأعمال الجارية فيه. قام معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان صباح اليوم لزيارة ميدانية لمقر الإذاعة لاطلاعي ومتابعة سير الأعمال، وأعطى معالي توجيهات سامية للقائمين على هذه الأعمال، وتطلع ميدانيا على سير هذه الأعمال. تهدف هذه الزيارة إلى الوقوف ميدانيا على المنشآت التابعة لقطاع الثقافة لتوفير الخدمة الثقافية العمومية والمحافظة عليها وتمكين المواطن من الولوج إليها. أحمد محمد الحافظ، الموريتانية، مدينة العيون. انطلقت صباح أمس بالعاصمة أعمال دورة تكوينية لصالح 20 شابا تم اكتتابهم كمتطوعين بمنطقة كوش في ولاية الحوض الشرقي. المستفيدون من هذه الدورة سيعملون في مجالات التنمية المحلية والتهذيب والاستشارة لصالح الشباب. يستفيد من هذه الدورة التكوينية 20 متطوعا وقعوا على عقود بموجبها يصبحون مكتتبين لمدة سنة ونصف للقيام بمهام تطوعية في منطقة كوش بولاية الحوض الشرقي، وذلك رغبة من قطاع الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في ترسيخ ثقافة التطوع من خلال تسخير بعض أوقات الشباب في أنشطة تعبر عن معاني التضامن. يعد هذا التكوين بمثابة البداية الفعلية لتنظيم التطوع العقدوي الوطني، خصوصا مع استقرار القانون المنظم للعمل التطوعي في بلادنا، والذي يعكف قطاعنا حاليا على إعداده، الشيء الذي سيفتح آفاقا واعدة أمام الشباب للانخراط في سلك المتطوعين الوطنيين خدمة للوطن وتحقيقا للتنمية المحلية الشاملة. وقد طالب منسق البرنامج الوطني للتطوع وطننا
المستهدفين بهذا التكوين انتهاز هذه الفرصة للاستفادة من حصص التكوين المقدمة. تتلقون إخوتي الشباب المتطوعين المكتتبين تكوينا مكثفا على مدى يومين حول طبيعة وأهداف المهام المكلفين بها والعوائق التي قد تعترض سبيل أداء مهامكم. وهنا أنتهز الفرصة لأخاطب فيكم اليوم الروح الوطنية العالية والإيمان الراسخ بخدمة الوطن، ولأدعوكم للعمل بجد وإخلاص من أجل تأدية مهامكم على أحسن وجه والإسهام في نشر الرسائل النبيلة للعمل التطوعي والخدمة المدنية. وقد أعرب كل من المدير العام المساعد للمجموعات المحلية السيد جاك عبد الرزاق وممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية السيدة بنديكت بريس والممثل المقيم لمتطوعي فرنسا السيد باديو للسيد وهم شركاء البرنامج عن استعدادهم لمواكبة عمله من خلال المشاركة الفاعلة في التكوين والتشغيل. الدورة التكوينية المنظمة لصالح 20 شابا التي حملت اسم أحد الشباب المتميزين الراحل إبراهيم السمير سيتلقى فيها المشاركون عروضا نظرية وأخرى تطبيقية تساعد على تأدية المهام المسندة إليهم. يمكننا ورشة تدريبية حول مفاهيم أسس العمل التطوعي وكذلك برنامج المهمات المطلوبة من احنا. احنا قبلنا شاركنا في اكتتاب المتطوعين وطننا، الحمد لله وفقنا ولانا لان عندنا من ضمن الدفعه 20 اللي مقبوله ان شاء الله في العمل الميداني اللي يعود في منطقه كوش. الحمد لله انا منعش اجتماعي. وقد زود المكونون بحواسيب ومعدات إلكترونية إذانا ببدء العمل الميداني الذي سيتم لمدة سنة ونصف السنة. أدى ولي إنشيريا السيد إدريس أدم باكوريرا صباح أمس زيارة تفقد واطلاع لعدد من المدارس الابتدائية في مدينة يكشوجت، وذلك بهدف الوقوف على الوضعية العامة لهذه المدارس ومدى جاهزيتها لاستقبال التلاميذ خلال العام الدراسي 2023-2024. وخلال هذه الزيارة أبرز الوالي العناية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد وليشاه الغزواني للتعليم بشكل عام وللتعليم الابتدائي على وجه الخصوص، منوها بما تم قطعه من خطوات في سبيل إرساء مبادئ المدرسة الجمهورية. ولي إنشيري أكد أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة في جعل العام الدراسي المقبل تجسيدا لأهداف المدرسة الجمهورية. هو الوقوف ميدانيا على مدى استعداد هذه المدارس لاستقبال التلاميذ في العام الدراسي 2023-2024. كما هو معلوم فإن المدرسة الجمهورية استراتيجية لفخامة رئيس الجمهورية محمد الشاغل غزواني وللدولة الموريتانية، بالتالي يجب أن تتكاتف الجهود جميعا من أجل استقبال جيد للطلاب في السنة الدراسية القادمة، ويجب أن تكون المدارس أيضا على أحسن وضع حتى تتمكن هذه المدارس من استقبال طلاب الجدد والطلاب الذين سيكونون في السنة المدرسة الجمهورية السنة الثانية والطلاب الجدد اللي يكون أيضا في السنة الأولى من المدرسة الجمهورية. وإن شاء الله سنتابع هذه الزيارات الميدانية حتى نقف على مدى استعداد جميع المدارس الولاية لاستقبال الطلاب قبل افتتاح السنة الدراسية الجديدة. ونبقى في ولاية إنشيري دائما، حيث أشرف والي الولاية زوال أمس بمدينة إكجوجة على افتتاح ورشة تكوينية منظمة من قبل المجلس الوطني للشباب لصالح 30 شابا ينشطون في منظمات المجتمع المدني المهتمة بقطاع البيئة. تهدف الورشة إلى نشر ثقافة السلامة البيئية ومحاربة الممارسات الضارة بالبيئة. تحت شعار السلامة البيئية في مجال التعدين، جاء إطلاق ورشة منظمة من طرف المجلس الأعلى للشباب لصالح 30 شابا من الناشطين في منظمات المجتمع المدني المهتمين بقطاع البيئة.
والي نشيري ولدى اشرافه على انطلاق هذه الورشه، اكد على اهميتها في مجال المحافظه على البيئه. كما هو معلوم ايضا فان فخامه رئيس الجمهوريه السيد محمد بن شارل غزواني يعتني عنايه فائقه بالشباب، والشباب مهم جدا في برنامج فخامه رئيس الجمهوريه. رئيس جهة إنشيري ثمن هذه الورشة معتبرا أنها تدخل في إطار اهتمامات الجهة والمتعلقة بالحفاظ على البيئة والسعي إلى توعية النشطاء بأهمية ذلك. نقول عن البيئة هي العمود الفقري لبرنامجنا مخطط للتنمو في ولاية إنشيري. عندنا بداية مأموريتنا من يوم التنصيب بدأنا مخطط تنموي عدلو. Un plan d'action de développement régional pour un quant d'oulouïdes عضو المجلس الأعلى للشباب منسقة قطاع البيئة والتنمية المستدامة على مستوى المجلس أكدت أن هذه الورشة تدخل في إطار اهتمامات المجلس بالشباب في الداخل والسعي لإشراكهم في أنشطة هذا المجلس. إننا نجتمع اليوم في هذا النشاط التكويني تحت عنوان السلامة البيئية في مجال التعدين. هذا النشاط الذي نهدف من خلاله إلى خلق وعي بالمشاركة البيئية وكيفية التعامل معها بالطريقة الصحيحة السليمة. المشاركون تلقوا شروحا حول أهمية المحافظة على البيئة وتحسيس المواطنين بضرورة ذلك. عبد الله يوليسلم، الموريتانية، مدينة جوجت. إلى ولاية الحوض الشرقي، حيث أدى والي الولاية المساعد رفقة حاكم مقاطعة آمورج والسلطة الأمنية زيارة تفقدية للمزارعين في بلدية القدور. تأتي هذه الزيارة في إطار الحملة الزراعية 2023-2024 التي تسعى السلطات العليا لجعلها سنة زراعية بامتياز. لإنجاح الحملة الزراعية الحالية وتشجيعا للمزارعين المحليين، تأتي زيارة والي الحوض الشرقي المساعد رفقة السلطات الإدارية والأمنية لبلدية القدور، حيث اطلع عن قرب على انطلاق عمليات استصلاح الأراضي وتهيئتها للموسم الزراعي. وأكد سيد الوالي للمزارعين استعداد السلطات العمومية لمواكبتهم من أجل إنجاح الحملة الزراعية هذا العام. هي بكافة المزارعين في ولاية الحوض الشرقي على أنهم يغتنموا هذا الموسم، وعلى انهم يتوجهوا كاملين شور الزراعه ويعرفوا على انها خيار اقتصادي واستراتيجي لا غنى عنه، وعلى ان اصبح من الضروري ان ماده ما قد تمتلك اكتفائها الذاتي وقوتها من المواد الغذائيه على انها تعتبر لا ما زالت الى حد ما سيادتها سياده ناقصه. وفي هذا الاطار ناكد لهم اللي ان شاء الله ذاك اللي خارج من الدعم، سواء فيما يتعلق بالماكينات لتقليب الاراضي والله يتعلق بالسياج، على انه لا يتم توزيع ان شاء الله هذه السنه وفق مقاربه جديده تعتمد اساسا على المعاينه، وعلى ان ذاك اللي مارس الزراعه وموجود فيها على انه ان شاء الله دور يتم دعمه وتم يتم له تقديم الدعم والمواكبه والتاطير الفني. عمدة بلدية القدور ثمن جهود السلطات العمومية الرامية لإنجاح هذا الموسم، مبديا استعداد البلدية لذلك بشتى الوسائل المتاحة. وهم حالا مواكبين للموسم الزراعي، ولا عدلوا جاد عليهم وهام مهتمين به، وشاكرين رئيس الجمهورية اللي مهتم بمصالحهم واللي يبقيهم يزرعوا بنا، اللي نعرفه على المدة ما زرعت ما هي قادرة تستقي. ما عاد قد تستقيم كون مدة زرعت وعدت الخضرة وعدت جميع أمور الزراعة كاملة، لأن أرضنا صالحة للزراعة ومدة في وطنها. يالتها لا تزرع، عدل الزراعة، إياك تجبر اكتفاءها هي ذاتي. المزارعون أكدوا استعدادهم لتوسيع الأراضي المستصلحة وتهيئتها لموسم زراعي أفضل من سابقه. عدلين أمل الزراعة دوروا الماء يأليه نشغلوا بيدينا ولا الحمير ولا مراكبنا ولا ايدينا، ونبغوا المعيه من الدوله اللي قاعدين نعدلوا كامل بيدينا نعدلوه، ونبغوا نتيجته حتى ولا انا باخلين شيء، ولا رينا معيه ليه نزيدوا هذا حتى، ولا ما رينا معيه ليه جهودنا بعد وارينهم. جزا الله للوالي اللي جانا وجماعته اللي معاه وفده اللي معاه، وشاكرين الشاف عملنا الخاص فرضنا بيدينا
وقد ضعفنا وقد قوتنا لا هنا عملوا زراعتنا بيدينا وشاكرين دولتنا ورئيسنا وندور المعية من مولانا ومنه اللي عملنا هذا الخاص عملنا الخاص إننا جبرونه معية قدوا كل عمل نعدله ولين ما أنا جبرونه عمل معية إحنا بعد اللي قادرين نعدله بالحمير والخيل والجمال لا نعدله. وتأتي هذه الزيارة في إطار الحملة الزراعية 2023-2024 التي تسعى السلطات العمومية أن يكون موسمها الحالي أفضل من الموسم الماضي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في الناتج المحلي من الحبوب والخضروات. لقناة الموريتانية أحمد السبتي بلدية القدور. إلى ولاية غورغول حيث أدى الأطفال المشاركون في مخيم الصداقة زيارة للمعالم التاريخية لمدينة جول ضمن فعالية هذا المخيم، وقد مكنت الجولة من التعرف على أبرز المواقع الأثرية ودور علماء هذه المنطقة في نشر الإسلام والثقافة العربية. بعد قضاء وقت من الراحة والاستجمام بمناظر الخريف في الموقع المخصص لتنظيم مهرجان جول الثقافي، تحركت قافلة تلاميذ المشاركين في مخيم صداقة في رحلة استكشافية لأبرز معالم مدينة جول التاريخية، حيث زار الأطفال الجبل الذي كان يستخدمه المقاومون لمراقبة تحركات العدو وتأمين المدينة، كما شملت الجولة منزل العلامة المرحوم الحاج محمود با مؤسس مدارس الفلاح التي عرفت بتدريس القرآن الكريم ونشر العلوم والثقافة العربية في منطقة الضفة ودول غرب إفريقيا، إضافة إلى زيارة المدينة القديمة التي تحتضن المسجد العتيق. اليوم كانت عندنا رحلة لمعلم سياحي كبير في مقاطعة كيهيدي منطقة جول اللي نظم فيها مهرجان الماضي، واخترنا أن الأطفال يتعرفوا على هذا المعلم السياحي ويزوروه. وقبل لحظات تم المرور بمسجد الحاج محمود با مؤسس مدارس الفلاح، ما ارتئينا لنا نجور ذي المقاطعة لابد لنا نمر بهذا المسجد ونعلم ذو التركة على أن هذه المدينة على أنها مليئة بالمعالم السياحية اللي تحتاج على أن نقف عندها وتحتاج على أن نتعرف عليها، والأجيال الصاعدة تتعرف عن هذه المدينة من ضمن المدن اللي يلا تؤرخ تاريخيا على أنها من ضمن المدن اللي تحمل معالم تاريخية مهمة. الأطفال المشاركون في مخيم صداقة تابعوا عرضا عن أهداف مهرجان جول ودوره في إحياء وتنشيط ساحة ثقافية في منطقة الجنوب واهتمام الدولة بتشجيع ودعم الأماكن التاريخية في البلد. جاي هون من مقاطعة بومديت، كنت في متيانا قرا ونجحت في كونكور الحمد لله، جابوا 178 وجاتنا الدولة وعادت لنا منحة هنا جاء شهر مخيم صداقة كيهيدي 2023، وإن شاء الله والدنا جاهزين كاملين وعدلونا وعقبك لعبونا وعدلونا تنوارات هون في بابو وقاسوا عدلوا بينا النزة قاسوا بينا نهر السنغال وقاسوا بينا بلدية جول. ويتلقى الأطفال المشاركون في هذا المخيم كافة الخدمات من غذاء ودواء تحت إشراف طاقم متخصص لتوفير كل ظروف المناسبة لنجاح أهداف هذا المخيم الصيفي. محمد علي سالك لقناة الموريتانية مدينة جول. إلى العاصمة الاقتصادية نواذيب، حيث يعد حي كنصادو وجهة لعشرات الأسر الوافدة من مختلف ولايات الوطن بحثا عن الراحة والاستجمام، وتتوفر هذه المنطقة على أماكن سياحية ومنتجعات تلبي حاجة الوافدين إليها من راحة واسترخاء خلال العطلة الصيفية. تعد شواطئ كنصادو قبلة لعشرات الأسر القادمة من مختلف ولايات الوطن للاستمتاع بالأجواء الشاطئية، وتختلف أنشطة الزوار هنا تبعا لهوايات مرتادي هذه الشواطئ والمنتجعات السياحية، فمنهم من يمارس الرياضة ومنهم من يحتسي شايه وآخر فضل ممارسة هواية صيد الشاطئ. نحن جايين من نواكشوط لنواذيب في زمن الخريف، ورأيناه هو ملي زاد اللي عم خرف، عدنا نمرقوا على هذا الحاشية نتقارحوا عليها احنا والعائلة، وتو ما شاء الله الحال زين ما شاء الله والجو زين تبارك الله ما شاء الله. ان شاء الله جو زين تقول تبارك الله، جو هادئ ومريح، سارق الحمد لله من الاحساس من الضجيج، تو نمشي مع نجارنا تبارك الله ونجهون نتسيو تبارك الله ونقعدوا ونشربوا تاينا بهدوء ما زعجنا حد وندوروا القرواح ان شاء الله، وجو زين الله يدوم ان شاء الله علينا وعليكم العافيه ان شاء الله. وتسعى هذه المنتجعات الى مواكبه تطلعات السائحين من خلال ما تقدمه من خدمات تتناسب مع رغبات القادمين
على اختلاف هواياتهما السياحية. مدينة نوادي تتمتع بعدة مقومات سياحية، منها أولا مناخها المعتدل اللي يجذب دائما زوار في زمن الخريف وزمن الصيف، ووجود البحر الملي في جميع نواحيها. المدينة زادية تتميز بهدوء وسكينة، هون عندها عدة مقومات سياحية فندقية ونزل ومخيمات تتمكن للسائح ولا الزائر من يجبر مكان لائق بأي نوع من السواح جاي، لعادة السائح من درجة أولى وثانية وثالثة، أي حد جا هون يدور لا يجبر نصيبه، قد يجبر نصيبه يجبر بلد منين يبرك ويستمتع بهدوء مدينة نواذيب وجمالها وطبيعتها. وعندما يلوح موسم الصيف في الأفق يندفع العشرات من أبناء المدينة وزوارها إلى الارتماء في أحضان الشاطئ بحثا عن مناخ معتدل هادئ. الشيخ الحميدي، الموريتانية، مدينة نواذيب. ودائما في شمال البلاد، حيث يستقطب متحف تويزيكت الأثري بمدينة أطار العديد من الزوار باعتباره فضاء للتراث وحاضنة للتاريخ والتقاليد. ويحتوي المتحف على عدة أجنحة، من بينها جناح للقطع الأثرية والمخطوطات النادرة. متحف تويزيكت الأثري في مدينة أطار يحتوي تراثا وطنيا متنوعا، حيث يجمع أكثر من 6000 قطعة أثرية و500 مخطوط من التراث، إضافة إلى 800 عنوان للثقافة العامة ومحتويات أخرى. ويستقطب المتحف بأجنحته المختلفة العديد من الرواد والزوار باعتباره يمثل حاضنة للتاريخ والعادات والتقاليد والموروث الثقافي المادي للمنطقة. جيت اليوم لهذا المتحف تويزيكت، هذا المتحف الأثري، وطلعنا عليه وشفنا فيه من التراث الموريتاني، وطلعنا على ياسر من التراث ما كان عندنا. متحف حاضن للتاريخ، حاضن لتاريخ الأمم والشعوب، حاضن لعاداتهم، حاضن لتقاليدهم، حاضن لأخلاقهم المحافظة عليها. واضح من خلاله الاكتفاء الذاتي لنا، على أن الصرمي معدلين من إنتاجنا ما نمستوردين، والصرمية ما نمستوردينها، والكونتية ما نمستوردينها، والفرو ما نمستوردين، وبدلا من السجادة يلويش ما نمستوردينه. أمست من خلال المتحف ولاحظت أثار قيمة ومجهود قيم وإحياء تاريخ ثقافي كان الأجداد قائمين به، ومن مثلتهم الشيخ سيدي عبد الله الحاج إبراهيم، وموجود مخطوطات مصحف سنة 1816، معناه أن هذا صيانة للتراث، والتراث مفيد لأجيال المستقبل. ومنذ وجود المتحف في مكانه الحالي بالمدينة يوفر فضاء للتعريف بالتراث الوطني وحفظ المخطوطات والقطع الأثرية والمقتنيات الهامة والمتنوعة. فضلنا هذه مؤقتا هذا البلد، ودرنا فيه نماذج من المتحف، وأصبح الحمد لله هدف للزوار كاملين الكبار، يعرفوا بالتراث الوطني. احنا مهم عندنا فيه التعريف بالتراث الوطني شلون خارج باش نجلبوا به السياحة، والحمد لله نجحنا فينا. عاد المتحف معروف ومعروفه قاع مولي وراه موريتاني على مستوى العالم، جميع الدول اللي فيها مؤسسات تعليميه واثريه عاد من موريتاني عن طريق هذا المتحف. ولكن المتحف الى الان ويجمع اكثر من 6000 قطعه اثريه، وهي جناح المخطوطات مع اكثر من 500 مخطوط من التراث اللي كان له يندرس، كان ده يوقد قاع، كان ده ينتهم وحافظنا عليه. متحف تويزيكت الأثري بمدينة أطار يعكس جوانب هامة من حياة المنطقة في ظل أهميته التاريخية والتراثية والسياحية، وهو ما يستدعي مزيدا من العناية به باعتباره نواة لمتحف أطار الذي يتطلع إليه المهتمون بالمجال منذ سنوات. الفاقب للشيباني، قناة الموريتانية، مدينة أطار. اختتمت بالملعب البلدي في مقاطعة تيارت فعالية دورة تدريبية عالية المستوى نظمتها الاتحادية الموريتانية لرياضة التايكواندو. وقد استفاد من هذه الدورة التي أشرف على تأطيرها خبير من دولة كوريا عدد من اللاعبين والمدربين الوطنيين.
الملعب البلدي بمقاطعة تيارت في ولاية نواكشوط الشمالية يستضيف مراسم اختتام الدورة التدريبية العالية المستوى المنظمة من قبل الاتحادية الموريتانية للتيكواندو لصالح اللاعبين والمدربين النشطين في ممارسة هذه الرياضة الأولمبية على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث. وهذا من برنامج الاتحادية الوطنية لموريتانيا للتايكواندو، لأنه هدفه هو هدف واحد، لأنه هو تطوير هاي الرياضة في البلد، أنه اللاعبين الذين عادوا مصنفين دوليا في رياضة التايكواندو، ونحن هون واقفين أمامكم هدف واحد. هدف شنو؟ هدف أن هاي تطوير الرياضة في محافل الدولية والعربية والإفريقية. ختام هذه الدورة التكوينية التي أشرف على تحضيرها لأول مرة خبير الأساليب وفنيات القتال لدى الاتحاد الكوري للتيكواندو السيد دون جون كاران، تميز بتقديم عروض فنية متنوعة من قبل المشاركين في هذه الدورة التكوينية. وهني الاتحادية التايكواندو على هذا العمل الجبار الذي قامت به في هذه الفترة الوجيزة لصالح الشباب ولصالح الرياضة الموريتانية. باذلين مجهود كبير لإحياء هذا الثقافة الرياضية في الشباب واستغلال وقتهم في الصالح، وهذا دور كبير. الاتحادية الموريتانية للتيكواندو ترمي من وراء تنظيم هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز القدرات الفنية للاعبين والمدربين استعدادا للبطولات المقررة نهاية العام الجاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة. تذكير بالعناوين: وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقة مع البرلمان يتفقد بعض المنشآت التابعة لقطاعه في ولاية الحوض الغربي. انطلاق ورشة تكوينية بنواكشوط لمتطوعين شباب في مجالات التنمية المحلية والتهذيب والاستشارة. أكجوجة تحتضن انطلاق ورشة للسلامة البيئية في مجال التعدين لصالح بعض شباب منظمات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة. شكرا لحسن المتابعة، دمتم في أمان الله.